الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الجنة لمن أطاع واتقى، والذل لمن خالف أمر ربه وعصى. والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى، فاللهم صل وسلم وبارك عليه ما ارتفع نجم في سماء وهبت نسمة في فضاء، صلاة وسلاما يملأان ما بين الأرض والسماء. لازلنا مع الدعاء وما أحوجنا إلى الدعاء وإلى الصبر على الدعاء. في المعارك وفي كثرة الأعداء وقوة السلاح وبداية الحرب ووسطها، ماذا يفعل المسلم؟ وخصوصا أن الأمم قد تكالبت علينا وكثر أعداؤنا، استنزفت أموالنا وانتهكت حرماتنا واعتدي علينا. لو انتقلنا إلى محطة من محطات الدعاء في القرآن، هذه المرة مع الحبيب صاحب الحوض المورود والشفاعة العظمى، أخرج من بيته، استولي على أمواله، هجر أصحابه، ومع ذلك العدو لم يتركهم وشأنهم، تركوا له الديار والأوطان وتركوا له المال وهو لم يتركهم، فخرجت قريش لقتالهم في بدر ما يقرب من 160 كيلو على المدينة، بمعنى أنهم قطعوا ما يقرب من 250 كيلو أو أكثر. فما علاقة الدعاء بالحروب؟ هذا ما سنعرضه من خلال سورة الأنفال. الله سبحانه وتعالى جعل هذه السورة تحفظ وتدرس ويتعبد بها كسور القرآن. لماذا؟ لنأخذ العبر ونقف في هذه المحطة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل هو وأصحابه إلى الميدان، وكانوا 300 يزيدون قليلا، والعدو كان 1000، والعدة كانت قليلة، فرسان، والعدو 70 فرسا. فماذا يفعل؟ هو أخذ بالأسباب، ولكن حقيقة أسباب غير مرضية. أضعاف الرجل بثلاثة والأسلحة أكثر، فماذا فعل؟ هل انقطعت السبل أم هناك مدد؟ هذا ما نحتاجه. كيف يكون اتصالنا بالله؟ كيف نستطيع أن نستغيث بالله؟ كيف نستطيع أن نرسل برقيات سريعة نجدة وطلبا في المدد؟ وصلوا إلى هذا المكان وكأن القتال قرب أمره، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم في عريش له، إلى جانبه أبو بكر الصديق، ماذا يفعل؟ هل يتصل بالفرس أم يتصل بالروم؟ وما زالت الأرض مقسمة بين قطبين، إما الروس وإما الأمريكان. هل يستعين بكسرى على أبي جهل أو يستعين بقيصر على أبي جهل؟ المسافة بعيدة، والظالم
إن أعانك على ظالم لا يفيدك كثيرا، لأنه يتحول ويتقلب. فوجه برقية سريعة إلى من؟ إذ تستغيثون ربكم. الرب، إذا ذكرت كلمة الرب معناها الإجابة قريبة. هناك فرق بين الاستغاثة وبين الدعاء. الاستغاثة أنت في مأزق خطير، يعني تريد نجدة، تريد إسعاف سريع. من الذي يستغيث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كثيرا حتى يسقط الرداء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي نصرك. وأبو بكر يصلح له رداءه ويقول له: كفاك مناشدة لربك فإن ربك سينصرك. هذه الدعوات هل سمعها الله؟ نعم. هل استجاب؟ نعم. هل جاءت النجدة؟ نعم. ولذلك ما دام ذكرت استغاثة لابد أن تكون الإجابة سريعة، لأن الوقت لا يسمح بالتأخير. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. حتى أنه لم يقل لنا نوعية الاستغاثة، هل يطلبون عددا؟ يطلبون سلاحا؟ يطلبون حماية؟ لماذا؟ لأن الذي يخاطبونه أمره مكشوفا عنده، يرونه، يراهم سبحانه وتعالى. لكن فاستجاب لكم، الفهم معانيها التعقيب والسرعة. ثم بدأ يفصل نوعية الاستجابة. ما دامت هناك استغاثة والحالة حالة حرب، لا تحتاج إلى كثير من تخمين. إني ممدكم. كيف يصل المدد؟ لو تحرك مدد من المدينة يحتاج إلى مشي ما يقرب من 3 أيام حتى يصل إلى أرض المعركة، وخلال 3 أيام يكون العدو قد قضى على المسلمين. إذن هناك استغاثة لا يقدر عليها إلا الله. فليت الأمة تنفض يديها من الفرس والروم، من الأمريكان والروس، وتضع يدها، ترفع يدها إلى من؟ إلى جبار السماوات والأرض. تستغيث بمن؟ بالله. عندها يأتي المدد. ما نوعية المدد وكيف يكون المدد وما أهميته؟ إني ممدكم بألف. الكفار 1000، فقال الله: إني ممدكم بألف. لكن هل مدد الله كمدد المخلوق؟ لو كسرى بعث لنا 1000 فارس أو هرقل بعث 1000 فارس لمحمد صلى الله عليه وسلم، هل سيكون مساوي؟ لا أبدا. إني ممدكم بألف من الملائكة، نوعية الجيش من الملائكة. الملائكة أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمرهم، لا يقف شيء أمامهم إذا أمرهم الله بأمر. هل نستطيع أن نتعرف على قوتهم؟ ما دام هذا العدد هو استجابة الاستغاثة للرسول صلى الله عليه وسلم، علاقة هذا الكلام بالدعاء؟ نعم. عندما طغت وظلت قرية لوط وقرى لوط، ماذا فعل الله بهم قوم لوط؟ قيل أن جبريل أخذها بأحدى جناحيه. جبريل من من؟ من الملائكة، له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق. أخذها بجناحه
ورفعها إلى السماء حتى سمعت ملائكة السماء صياح الديكة، ثم قلبها على الأرض. هل يمكن أن يبقى أحد منهم حي؟ ثم أمر الله السماء بأن تمطر عليهم حجارة من سجيل. إذن عندما يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم إني ممدكم بألف من الملائكة، نوعية الملائكة، قوتها، بطشها، المساحة التي يمكن أن تقضي عليها واضحة. بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ما فائدة الألف؟ هو النصر؟ لا، فائدته بشارة لكم، والفائدة الثانية لتطمئن قلوبكم، لأن الإنسان بطبيعته يريد أن يرى شيئا ماديا أمامه. إذن النصر من وكيف يكون؟ وهذا توجيه مني في الدعاء، أن نتوجه في الدعاء في طلب النصر إلى من؟ إلى الله فقط. أما الملائكة، أما المدد، أما الألف، ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، ليس من عند هؤلاء. فما الذي حصل؟ تستغيثون فاستجاب النتيجة. قتل من قريش 70 من أفضل سادة قريش، وأسر منهم 70، وغنم المسلمون أموالا كثيرة، وعادوا إلى مكة منتصرين وهم القلة المستضعفة. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ الاستغاثة. الاستغاثة بمن؟ بالله. لماذا؟ لأن النصر من عند من؟ من عند الله. نحن نحتاج إلى مراجعات في أدعية طلب النصر. مشهد آخر من المشاهد في المعارك، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. أنت مطلوب أن تتوجه إلى الله في وقت الشدة وفي وقت الحرب. كل ما وردت كلمة ربنا أو كلمة نادى تأتي بعدها كلمة فأجاب. لو انتقلنا إلى نبي آخر من الأنبياء، وكيف يسأل الله سبحانه وتعالى، سيدنا موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذا دعاء جميل جدا، كلنا نغفل عنه، نرى أنفسنا لسنا ظالمين ونرى غيرنا أنهم ظالمون. قد يكون ظلمك لنفسك وليس لغيرك. كان على هذه النفس أن تستريح في الفردوس الأعلى فأنزلتها أنت، كان عليها أن تدخل الجنة فجعلتها تشوط بالنار، إذن أنت ظالم لها. طلب سيدنا موسى ربي، ما دام وردت كلمة ربي لابد أن تأتي فأجابه. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، النتيجة فغفر له. ماذا طلب هو؟ طلب المغفرة، فغفر له. لماذا؟ إنه هو الغفور الرحيم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من هو؟ الأوسمة الصديقية لم توزع على أحد، هو صاحب الغار، صاحبه في الغار، وهو
صاحبه في الهجرة وهو خليفته في الصلاة، ومع ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويقول له في حديث ما معناه: قل لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي ظلما عظيما فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فما أحوجنا إلى أن نتواضع ونظهر أننا ظلمنا أنفسنا حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لنا. سيدنا موسى واجه أكبر ظالم على الأرض، وقد يتكرر الفراعنة والطغاة ويتكرر المضطهدين والمظلومين، فكيف تعامل مع هذه النوعية؟ البعض عندما ندعو على الظلمة يقول: لا تدعو عليهم، ادعو لهم. نقول: ندعو لهم في الأول، لكن إذا ازدادوا ظلما، لنا قدوة بنبيين كريمين نوح عليه السلام وموسى عليه السلام، استمعوا إلى موسى عليه وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام، ماذا كيف تعامل مع هذا الجسم الطاغوتي؟ ربنا، دائما إذا سمعت كلمة ربنا انتظر الإجابة. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، هذا ذكر لحالة وكيف الله أعطاه. وهنا يبدأ الدعاء، تبدأ السهام، تضرب هذه المواقع الفرعونية فتقضي عليها بالكلية. ماذا قال؟ ربنا اطمس على أموالهم. انظر إلى نوعية الدعاء. الطاغوت لا يتحرك إلا بالمال، الطواغيت قوتهم في المال. فإذا استطعت أن تضرب المنظومة الاقتصادية إما بدعوة كالسهم تصيب المال فتحرقه أو تخسره، فعند ذلك قضيت على أكبر شيء يمتلكه الطاغوت. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم إن الله أنزل عليهم عقوبة بسبب دعاء موسى. ما هي؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذا الطاغوت ينام أو لا ينام؟ ينام. إذا منع الله عنه النوم هل ممكن أن يعيش سعيدا؟ أبدا. من الذي يملك النوم؟ الله. هذا الطاغوت يأكل أو لا يأكل؟ يأكل. إذا قرب إليه الطعام ورفع الغطاء عن الطعام فوجدها ضفادع تتحرك. هذا الطاغوت يشرب أو لا يشرب؟ والطواغيت والظلمة يشربون. فإذا رفع الماء إلى فيه تحول الماء إلى دم. هذا الطاغوت يريد أن ينام بعد الأكل والشرب، فإذا جاء إلى فراشه تحول الفراش إلى قمل. قمل وهي الحشرة الكئيبة لا تسمح له بالنوم. هذا الطاغوت عنده محاصيل، كيف يطمس الله على أموالهم فيأتي الطوفان فيأكل فيغرق كل المحاصيل، وما بقي يسلط الله عليه جيوشا من الجراد فتأكله. هذه هي أسلحة الله، جيش الله، جند الله، هذا جزء منها وليس كله. فما علينا إلا أن نتوجه إلى الله بالدعاء. قادر على أهلاك من أخرج الناس من بيوتهم، من قتلوهم، من ظلموهم، من شردوهم، من استولوا على أموالهم. نقول: اللهم كما فعلت بفرعون افعل بكل ظالم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك، حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.